عبد الله هذا الحصان قلت له حلق. واسمه من؟ هشام. ماجرنا هنا. خريف تريز الحين انا عشان اقرب الخريف، بعد الخريف ابيعه. ها شوفوا كيف يا جماعه؟ شفتوا كيف الكثيري ايش يفكر؟ يقول لك تخفت بس الخريف. عشان بعد الخريف كمان كثير فلوس بالايجار نبيعه. تبيعه وتفضح المدرسه بعدين. ويوم بيجي الخريف مره ثانيه بتشتري حصان غيره. وراحت اقرى بعد. عشان تستفيد. والله انك ما شاء الله عليك. واسوي مشاريع اخرى. ماشي ان شاء الله تكون اقوى تجار عمان. امين. تشغلني انا معك. اهم شيء تشغلني مسؤول عن الغوازه عن الفلوس. زين مسؤول ماليه. انا خشمك. الله يوفقك يا الكثير حبيبي الله يوفقك. تستاهل خير. هنا في الامير موجود الكثيري. هلا هلا في حصان شامخ. اسمه شامخ الحصان؟ شامخ. بريال اقول لكم اللي يجي بريال. انا اول مشهور ما طلع ياخذ عني فلوس. لكن حلفت انه ياخذ. يعني مشهور يعني كل شيء بلاش ما يستوي. زين عبد الله قال لي كلمة، قال لي ما علشان مشهور وبس، لأنك تقدمت لنا خدمة صورت لنا إعلان ونحن ما يصير ناخذ عنك فلوس، لكن أنا تشجيع لعبد الله أعطيته لأن عبد الله يستاهل وأريد كل من يجي هنا يشجع عبد الله ويستاهل عبد الله، الله يحفظك يا عبد الله، الله يسعدك.